أهلا بكم مشاهدينا. سوف نركز في هذه الفقرة على بعض المؤشرات القادمة من آسيا فيما يخص هونغ كونغ والاضطرابات الموجودة في هذا البلد، إضافة أيضا إلى مستويات النمو التي بدأت تتراجع في منغوليا رغم المساندة القوية للشركات الصينية. لكن الخبر الأبرز حول منغوليا أن هناك تراجع في مستوى الاستثمارات الأجنبية، وهو أمر كان قويا في السنوات الماضية. نبدأ من هونغ كونغ، هناك الكثير من الأرقام المتضاربة والتي تبدو متناقضة إلى حد كبير. هونغ كونغ التي تترأس أو تتصدر القائمة الأولى أو المركز الأول ضمن قائمة الدول الأكثر حرية اقتصادية، رغم ذلك نرى أن مطالبات الشارع بالنسبة للاضطرابات التي كنا طالعناها في الأسابيع الماضية هي تطالب بالديمقراطية، رغم أن هونغ كونغ تتمتع أيضا بمستويات متقدمة حول جودة الحياة، حول ارتفاع دخيل السكان فيها. فيما يتعلق بالمؤشرات القادمة من هناك، طبعا هذه الاحتجاجات أثرت على مستويات النمو، تراجعت مبيعات التجزئة في الكثير من الشركات بحدود 50%، وحتى كان هناك تراجع للكثير من الشركات أيضا في قطاعات غير التجزئة كانت قد تراجعت إلى أكثر من 70%. النمو الاقتصادي سوف يسجل تباطؤ إلى مستوى 1.8% هذا العام، وخصوص أو سجل في الربع الثاني، وهو مؤهل لمزيد من التراجع، انخفاض الناتج المحلي ب 0.1% في الربع الثاني. فيما يتعلق بمؤشرات القوية الآتية من هونغ كونغ حتى على مستوى طبعا المؤشرات الثراء، 36% زاد عدد من السكان هم من الأثرياء الذين مستويات مداخلهم فوق المليون دولار. هذا يعطي دلالات أنه واضح أن هناك تحول كبير لاقتصاد أو الحرية الاقتصادية الرأسمالية في هذا البلد. فيما يتعلق بالسكان الأقل دخلا، لدينا 20% من سكان هونغ كونغ هم تحت خط الفقر. بطبيعة الحال طبعا توالي أو وجود هونغ كونغ في هذه المراكز منذ انضمامها أو عودتها إلى الحضن الصيني من 1997، هذا الأمر يعطي دلالات أنه الصين دائما ما تريد لهونغ كونغ أن تبقى تتمتع باستقلال ذاتي. بطبيعة الحال الاضطرابات كانت قد وجهت أو أشارت إلى الكثير من علامات الاستفهام، من هو وراء هذه الاضطرابات رغم أن وجود الكثير من الحرية الاقتصادية والسياسية في هونغ كونغ. بالنسبة للوضع المؤشرات التي تأتي إذن هي حسب مؤسسة الهيرتيك الأمريكية. فيما يتعلق بالهانغ سانغ، هذا هو مؤشر هونغ كونغ والذي الأوسع نطاقا والذي أشار إلى التراجعات التي سجلها هذا المؤشر منذ بداية العام. بداية العام كنا انطلقنا من مستوى فوق 23200 نقطة، كان قد سجل صعودا إلى قرابة 25000 قبل اندلاع هذه الاضطرابات، ومن ثم تراجعت هذه المستويات لتصل في آخر تداولاته إلى 23000. لنعد إلى مؤشر الدولار عملة هونغ كونغ، وهناك نوع من الارتفاعات كانت واضحة للدولار الأمريكي أمام دولار هونغ كونغ، ولكن بطبيعة الحال سجلت إلى حد ما بعض التراجعات إلى مستوى 7.75 دولارات. لننتقل أيضا إلى دولة أخرى آسيوية هي تتمتع بعلاقات قوية جدا أو تتحكم فيها اقتصاديا، دولتين قويتين مثل روسيا والصين، نحن نتحدث عن منغوليا. كان ملفت مستويات النمو في هذا البلد في فترات 2012-2013، عادت المستويات إلى أن تتقلص إلى حد ما بسبب ضعف الاستثمارات الأجنبية. وبالنسبة لمنغوليا تتمتع بأنها أن هناك 10 مناجم في منغوليا، احتياطيات هذه المناجم تتجاوز التريليونين و700 مليار، طبعا أرقام قوية. نمو الاقتصاد كان سيكون بحدود 5.3% في النصف الأول من هذا العام، بعد أن كان قد سجل قفزات فوق 11% في 2013، و50% من الشركات الموجودة ضمن البورصة في منغوليا هي شركات صينية، قبضة صينية اقتصادية قوية على هذا البلد. بالنسبة أيضا لروسيا، اعتماد اقتصادي كبير على بلدين روسيا والصين، وتستورد 95% من احتياجاتها النفطية تستوردها منغوليا من روسيا، وقد قدمت اقتراح للجانب الروسي أنها تريد أن تكون معبر للخط الأنابيب الذي سيصل إلى الصين، هي ثاني بلد بعد كازاخستان بهذا المطلب. فيما يتعلق بمؤشر الأسواق الناشئة، مع جملة التراجعات التي رأيناها على أسواق السلع، يبدو أن المؤشر ما يزال يشير إلى ارتفاعات وإلى مستويات 989
عنوانين طبعا عن المستويات التي انطلق منها بداية العام، وسريعا نذهب إلى أسعار الغاز الطبيعي والذي أشار إلى نوع من الاستقرار، لكن هناك تأهيل كبير أو توقعات لأن تشير هذه الأسعار إلى مزيد من الارتفاع. هذه كانت بعض المؤشرات المختصرة ضمن الأسواق الصاعدة. إلى اللقاء.